مستمعينا، هلأ معنا اتصال من ناشط من شبكة شام بإدلب اسمه إياد كورين. صباح الخير إياد. صباح الخير أخي إياد، عم تسمعنا منيح؟ نعم. فيك ترفع صوتك شوي صغيرة؟ سامك بوضوح. تمام شكرا كثير لك. يا صباح الخيرات يا إياد، كيفك؟ الحمد لله، بنشكر الله. الحمد لله. كيف نهارك من وقت ما فقت لهلا؟ النهار كان طبيعي ومشمس، وكان الجو هادي عنا في محافظة إدلب، وكانت الأجواء طبيعية. ولكن بسوريا بشكل عام إنه ما بتأتي ساعة في سوريا وواحد بيشعر بالراحة إلا بيجي خبر ما بيسر خاطر وما بيهدي البال. صباح اليوم كان الأمر مختلف. في صباح جسر الشغور حصلت مجزرة أود أن أذكرها، كانت أدت إلى ارتقاء عائلة كاملة من 4 أفراد بعد أن قصفوا منزلهم في قرية المعلقة. يعني ما هذا الأمر في رحمة لروحهم. من وين أنت؟ نعم. من إدلب أخي ياد؟ من كورين. من كورين على عيني. شو مشاريعك لليوم؟ شو بدك تعمل لليوم؟ شو مخططاتك لليوم؟ مخططاتي لليوم متابعين نحن الأحداث. أنا كناشط ميداني بدي أتابع الأحداث من على الأرض، ونطلع نحن بجولات ميدانية للإطلاع على الأوضاع الإنسانية في ريف إدلب وأوضاع النازحين بشكل عام. الله يقويك أخ إياد. نحن بنعرف أنه الوضع الإنساني بسوريا كتير سيء وشي يرثى لإله، مع هيك نحن عم نطلع بهذا البرنامج الصباحي عم نحاول يلي عم يسمعنا انه يحس بشويه امل، وانه لسه الدنيا بخير، ولسه الشيء يلي جايه احلى بكثير من اللي راح. انت شو رايك بهالموضوع اخي اياد؟ طبعا نحن لولا الامل ما كنا عايشين لهلا، وكنا يئسنا، وحتى كنا هجرنا بلادنا. صحيح. الحمد لله لهلا صابرين في بلادنا. الحمد لله. الله يقويكم يا رب. طيب أخ إياد، نحن كنا عم نحكي بآخر فقرة مسمينا بالبرنامج أنه هي حكي نسوان، علما أنه هي ما لها علاقة أبدا بهذا الموضوع، بس أنه هيك سميناها حكي نسوان. كنا اليوم عم نحكي كيف؟ أخ إياد أنا ما كنت عم بسمعك. إياد أنت معنا؟ أقول إذا فقرة نسوان أنا ما دخلني بهذا الموضوع. لا هي ما دخلت. هو عنوان، هو مجرد عنوان. هو بس عنوان يعني. أنا لازم أبرر وجودي هون، هو مجرد عنوان. تماماً. فكنا اليوم عم نحكي موضوع اسمه تعدد الأزواج. أنا ما بعرف إذا أنت كنت عم تسمع الفقرة ولا لا، بس في ببلدان من العالم لهلأ في شيء اسمه تعدد الأزواج، بترجع لأسباب كتيرة، منها اقتصادية منها اجتماعية. فشو رأيك بهذا الموضوع تعدد الأزواج؟ بتجي المرأة بتتزوج رجل، وهذا الرجل بيختار لعدة أزواج، واللي غالبا هن بيكونوا أخوته لهذا الرجل. يعني هي بتصير مرأة لخمسة أو ست رجال مع بعض. فشو رأيك بهذا الموضوع؟ وهو هذا الشيء على فكرة لهلأ موجود بعدة بلدان من العالم مثل ما حكيت. هلأ تعدد الأزواج غير تعدد الزوجات. تعدد الأزواج أنه الوحدة بتاخد أكثر من واحد، اما تعدد الزوجات فالشخص بياخذ اكثر من زوجه هذي. طيب هذا الفرق متفقين على هي. متفقين على هي. وبعدين خلينا نروح على الثانيه اللي انت حكيتها انه تعدد الازواج. تفضل. ايه شو احكي لنا شو الفرق كمان تعدد الازواج؟ انه مره تتزوج سته. بالنسبه للفرق انا ما عايشت الفرق هون، لان احنا هون عندنا بمجتمعنا قليل انه تعدد الازواج او الزوجات، فما عاشرنا هذا الوضع. وانا طيب خليني لك اياد، اكيد هالشيء ما صار، بس انه كانه عبصير بغير محلات. انت شو رايك فيه؟ انه كيف بتشوفه؟ شو رؤيتك له؟ ممكن تتقبله ممكن ما تتقبله؟ طبعا الامر غير متقبل، وخاصه انه راح يكون في اكثر من عائله. يعني حتى بالعائله الواحده بده يكون في اكثر من عائله، وفي راح ينقرض كيان العائله. طبعا هو انا بعده خربان بيت بالنسبه طبعا خربان يعني. بيت، لانه راح يصير في اختلاط انساب. يعني الزلمه ما بيعرف ابنه من ابن اخوه من ابن رفيقه، عرفت كيف؟ هي القصه. طب انا بس حتى الاخ ما بيعرفوا بعضهم، هذا اخوي هذا مو اخوي هذا. ممكن. هلا هو كتير سيء مثل ما عرفنا شعورك. هلا هو اكيد غير متقبل، بس نحن عم نسالك هذا السؤال انه شو بتتقبله ولا لا بس نحن لنعرف مجرد طبعاً. المشاعر اللي بتطغى على الرجل لما بيسمع بهي القصه. طيب انا بدي اقول لك شغله، المراه نفس الشعور بتحسه، فيا رجال خففوا من الزواج. نحن على الاولى هون ما لنا عم نحكي، بدنا الثانيه. الله حيو. طيب اخ اياد بشكر كثير انا اتصالك،
وكثير كنت مبسوطة بسماع صوتك. وشو بتحب تقول آخر شيء؟ بحب أقول إنه الله يعم الأمان على سوريا بخير وتنجح ثورتنا ونرجع نعيش مثل أول كنا عايشين بأمان، بس كان في بعض المنغصات إنه يسقط النظام وترجع المنازحين يرجعوا لمنازل. أنا في الحقيقة مبارح كانت بجولة للمنازحين في شمال سوريا. نعم. حقيقة اللي تركوا منازلهم ونزحوا يعني أمر صعب للغاية. أنا حكيت مع بعض المنازحين جدا صعب ونحن يعني منهم، نحن تاركين بيوتنا وهلأ قاعدين هون ومشردين. خفت ما يصير فيه مثل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية أول ما بلشت على أساس يوم ويومين تماما وتركوا منازلهم وحتى محتفظين بالمفاتيح، فكان الوضع إلي أشبه بالقضية الفلسطينية. والعالم وقت انتفضت العالم كله لأجل فلسطين، تتحرر المناطق من الوجود الأسدي ويرجعوا النازحين لمنازلهم يبركوا بس بمنازل. هلأ هني حلمهم الأساسي أنه الواحد يقعد ببيته، صحيح، يرجع يشرب فنجان قهوة على البلكون ببيته، يقعد مع أولاده مع مرته. هذا حلم كل سوري، هذا حلمي أنا شخصيا وحلم لافا. أكيد بتشاركني أكيد الحلم طبعاً. وحلمك، وبنتمنى أنه يصير هالشيء على السريع وأكيد رح يصير. إياد وإياد خليني إلك شغلة، ثورتنا منصورة بإذن الله، الثورة منصورة وما رح تموت. وبشكر كتير اتصالك. وشو طبعاً. بتحب آخر شيء تسمع أغنية نهديك إياها؟ طبعا على ذوقك، على ذوقك. لمين بتحب تكون؟ فيروز مثلا؟ ايه اوكي لفيروز. بهدية لك وبهدية لزوجتك وعيلتك وبهدية لكل اهل ادلب واهل سوريا، ونهارك سعيد اخي. وياكم يا هلا. شكرا لهالطلة الحلوة يا اخي ياد.